خش. فالرطانة أساسية في السيستم الديني الرجعي، لأن هو أصلا ما هي اشتغالة لغوية على بعضها يعني، ومش من فراغ انه بيكلمك عن فكره الاعجاز اللغوي، اداره حنجريه للحياه، اداره بوئيه للحياه. يعني هو في موضوع الاستواء ده يقول لك ايه بقى؟ شوف الحل بقى. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعه. خلصت خلصت. ففات اول ما تقول كلمه استواء في فرقه مجموعه من الناس غالبا دول الحشويه بيرفضوا اسم. هو الفرق الاسلاميه والمذاهب كتير طبعا، نتيجه التناقضات دي كل واحد بيحاول يقدم ايه حلوله للتناقضات اللي موجوده. فاحد الحلول اللي انت شايفه ده ازاي ربنا استوى على العرش ومش عارف ازاي يجوز، وكان هو ما كانش مستوي قبل كده وبعدين استوى. طب ازاي؟ ما هو ثم استوى، ثم دي زمن، فالله عنده زمن يعني كان قبل وبعد، انت ما تجيش. في مجموعه من الناس لما زهقوا في احد اللي مش عارف الامام مين يعني، ما عجب لهم الليله دي بقى، قال لك الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب سهله بدعه ليسها ليسها. خلص يا باشا. فاول ما يجي الزبون من دول يقول الكلمتين دول، تبص تلاقي الزبون اللي جنبه يعني، تروح عند الناس اللي قاعدين في الشارع او السلفيين وبتاع، ده بيتكلم ده، فدقن منهم يعني هنور شويه وعنده بقايا يعني شويه عقل يعني، فبقول له ايه، فالتاني يجي قايل له دي، يجي التاني حافظها واستريح. صدقني بتحصل كده، فيوم يحفظ الكلمه دي بحيث يقولها لنفسه، واول ما حد تاني يجيب له نفس الموضوع يجي لطش له الكلمتين دول على الزبون كده مرهم تمام. تاني يوم بقى يقابله، ها اخبار الحران ايه؟ راح الحمد لله. ناس كتير، واحد زي الشعراوي حياته الليله دي كلها رطانه. الشعراوي عباره عن رطانه لغويه، يقعد يقول كلام على بعضه كده، وبالذات باللغه الرجعيه الفصحى، اللغه العربيه الفصحى، فبتثبت الناس انه بيقول كلام مش ده، شكله بيعرف يعني، شكلك فاهم يا نص. خلاص اول ما ترص كلام على بعضه ماسك بعضه بلغه بلغه عربيه فصيحه بتثبت الزبون. فطبعا احد اساليب مرهمه او تمرير التناقض والفصاميه ان انا ايه كليشيه كده مع كل، هتلاقي في كتير من ده على فكره، كل دي امثله بس.